مرحبا سيف، كيف حالك؟ الحمد لله. مو زار عن هذه السنة؟ والله زارع البيت الحمد لله رب العالمين. السنة متوفر معي، زرعت شوية بصل سلاح وشوية خس وجلبت ترجير وجلبت فول ما شاء الله وغيره وجلجلان وخبيل طماط. ما شاء الله. زين، مو تنصح المزارعين؟ والله أنصح المزارعين اللي عندهم آبار أن يزرع أقل شيء جوا البيت، بدل يشتري مثل يزرع مثل تمثال وبصل ورويت وخس نعم نعم أيوة وجرجير حال البيت، يعني حاجات البيت يعني ضروري، يعني بدل اللي جالس يعني والماي متوفر. نزيد نلاحظ في الأوائل الأخيرة يعني متكلين حول الأجانب وهذا. أيوة لأنه يحبوا يناموا يمكن شوية بعض الناس بصوتي يعني الواحد ينزل المزرعة يتابع المزرعة الزراعة ماله ويزرع، وهذا ما يوقف كسلان يعني طول الوقت، يعني سبحان الله. لو فرصة الشتاء يعني والماي موجود الحمد لله رب العالمين. متوفر معكم الماي؟ واجد واجد طوطاس الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.